طيب تعالوا بقى النهارده معانا مفاجأة تانية حلوة. معايا النهارده الخولي كيتشن او مطابخ الخولي. طبعا لحد اي حد من المشاهدين اللي بيتفرج علينا ومتابعنا من اول السيزون او من اول رمضان، احنا تقريبا الكيتشن خولي او مطابخ الخولي مكمل معانا طول شهر رمضان. من المطابخ او من الشركات اللي بتصنع اجود واحسن مطابخ بجوده كويسه، في نفس الوقت كمان سعره يعتبر حلو، يعني مناسب لكل الفئات. عاملين كمان خصومات بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة ان هم معانا في برنامج ساعة مع ندى طول الشهر، فاتصلوا بيهم. دايما بنزل لكم صفحة الفيسبوك، ارقام التواصل على الشاشة عشان تتصلوا بيهم وتدخلوا على الصفحة تتفرجوا على المطابخ اللي عندهم، تسألوا على الأسعار. وكمان بيتم عن طريق فريق العمل اللي عندهم ان هو بيبقى فيه معاينة، يعني لو انت مثلا مطبخك قبل ما تتعاقدي معاهم بيجي حد من عندهم بيقيس المسافات والمساحات بتاعه المطبخ وبيقول لك المطبخ هيتكلف كذا متر، سعر المتر كذا، بتتفقوا مع بعض على كل التفاصيل. انواع المطابخ اللي بيستعملوها او انواع الخشب بتكون مناسبه جدا لدرجه الحراره والميه، وتقريبا كل فقره بنتكلم او سوري كل حلقه بنتكلم مع بعض على ان احنا لازم اهم حاجه في البيت المطبخ، من ضمن الحاجات اللي بتعتبر نقف فيها طول اليوم، نبقى محتاجين ان احنا نعمل مطبخ حلو كده يفتح نفسنا عن الطبخ، وفي نفس الوقت يستحمل درجه الحراره اللي بتبقى طول اليوم احنا في المطبخ على البوتاجاز وكده والميه، ويعني بيبقى لازم نستعمل المطبخ او نتعامل مع حد يكون بيصنع مطبخ بجوده كويسه. فعشان كده ان احنا كل مره بنعرفكم بالخولي كيتشن عشان تتعاملوا معاه وتتعاقدوا معاه على مطبخ للعرسان او العرايس اللي هي بعد العيد هتتجوز، او لست البيت اللي بتبقى عايزه تجدد مطبخ بيتها، عدى عليها فتره كبيره من الجواز وعايزه تعمل مطبخ تغيير. احنا كمان مش بنكتفي ان احنا بنقول لكم على صفحه الفيسبوك وارقام التواصل بس، لا احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا يبقى معانا فيديو بيعرض معانا مجموعه مطابخ انتوا بقى بتختاروا منها. انا شخصيا من عشاق المطبخ اللي هو لونه بلاك، هيكون معروض معاكم على الفيديو بتفرجوا عليه لو حد حابب كده. وفي ناس تقولك لا انا مش بحب المطبخ يكون لونه اسود، فهي اذواق، اختلفت الاذواق لبارت السلع. يبقى زي ما قلت لكم النهارده الفقره دي للمطابخ بس، علشان لاي ست بيت حابه تجدد مطبخ بيتها او عريس او عروسه عايزين يعملوا مطبخ في بيتهم، اتصلوا بيهم قولوا لهم احنا عايزين تيجوا تعملوا معاينه علشان نتفق مع بعض على المطبخ، نشوف هو هياخد كام متر وسعر المتر بتاعكم كام، تختاروا مع بعض الديزاين اللي انتوا عايزينه وبتستلموا في مده قصيره جدا. هنطلع دلوقتي للفيديو عشان نشوف مع بعض مطابخ الخولي كيتشن مع بعض، وهنطلع لفاصل نرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. لذلك نحن في شركة مطابخ الخولي، نحن خبراء في مجال تصميم وتنفيذ المطابخ الحديثة ووحدات الحمام وغرف الملابس بخبرة أكثر من 15 عام، لنقدم لك تجربة استثنائية في تحويل منزلك إلى قطعة فنية راقية. سواء كانت لديك رؤية محددة للمطبخ المثالي أو ترغب في استشارتنا لاكتشاف أفكار جديدة ومبتكرة، فإن الخولي كيتشن مستعدة لتلبية كل طلباتك بدقة واحترافية عالية. نحرص على التفاصيل الدقيقة ونستخدم أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية، بما في ذلك الأخشاب الطبيعية ومواد الـ HBL المقاومة للحرارة والبكتيريا لضمان الجمال والأمان الدائمين. بجانب تصميمنا المميز لوحدات الحمام، نهتم بأن تكون جميع المساحات مستغلة بشكل أنيق وعملي لتلبية احتياجاتك بشكل مثالي. كل ذلك عن طريق فريقنا من المهندسين والفنيين والمتخصصين في عالم التصميم والديكورات، والذين سيقدمون لك الحل الأمثل دائما. تواصل معنا الآن واجعل منزلك لوحة فنية